بعض القنوات تفرح انك انت تقاطعها. ليش هالسلطه المطلقه للاتحاد السعودي؟ ليه؟ نحن لا نلجأ الى الجمعيه العموميه الا في حاله بعد كل 4 سنوات في حاله الانتخابات. يعني انا قبل 5 سنوات انا ما اعتقد ان كان عندنا حكام ابدا. غير منطقي على الاطلاق انك انا اللي دافع 1,000,000 مثلا في السنه اتساوى مع واحد دافع 200,000. انا رئيس نادي اتصل فيني وقال لي ان انا كنت بعطيهم المبلغ وبعد النتيجه ما اعطيتهم. رجال ياخذ مني فوق 300,000 ريال في الشهر ما يداوم عندي الا ساعتين ولا ساعتين ونص. طيب هي تسجيل موقف وترضيه للجماهير.